السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض صينية فراخ بالبطاطس، تحفة وريحتها هتجيب اخر الشارع وصحية جدا كده. هنا الوراك اهي مجمدة، هنفكها بقى، هنحطها في مية وملح عشان تتفك معانا بسرعة. هنا بقى حطينا اهو الملح والمية، وهنسيبها بقى ايه شوية لحد ما تفك. هنا اهي فكت اهي، وهنغسلها بقى كويس تحت المية الجارية لحد ما تنضف، وبعدين هنحطها في مية في مية وملح تتنقع شوية كده. تمام، بصوا بعد ما نص ساعة بصوا الحاجات اللي طلعتها والمية لونها اتغير ازاي. دي بقى الزفارة والحاجات اللي هي مش كويسة، هنشطفها بقى ونكمل. هنا اهو خلاص غسلتها، هنعملها كده، هنفتحها بالسكينة وهنخرمها كده يعني عشان التتبيلة كلها تدخل جوه وكده. وهنا بقى ايه، جبنا ملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة وشوية كمون وحبهان وزعتر ناشف وتوم باودر وبصل باودر، هندعك بيهم بقى ايه الفراخ كويس قوي. هندعك الفراخ لسه وهي كده اهو نية. تمام كده اهو، انا بعد ما خلاص دعكتهم وخليت التتبيله كلها تدخل فيهم، هنسيبهم بقى ايه ساعه كده يريحوا في التتبيله عشان تبقى طعمها حلو. تمام، ساعه واحده مش اكتر، لو عايزه تحطيها اكتر تمام. هنا بقى الجريل بقى هنسخنه، هندهنه زيت ونسخنه جامد قوي علشان ايه تاخد صدمه. وكده اهو حصينا الفراخ عشان تاخد صدمه، كده رصينا كل الفراخ اهي، هناخدها خليها تاخد صدمة كويسة ونقلبها على الجنب التاني لحد ما نتأكد انها ايه تمام اهي كده. بس اتحمرت ازاي وخد الصدمة وما نزلش دم. كده بقى هنعمل بقى الايه، البصل هنقطعه شرايح وهندعكه في الملح والفلفل الاسمر، وهنحط بقى عليه الطماطم، وهنحط عليه ايه البطاطس. انا بغسلها في الاول واقطعها، ما بغسلهاش تاني، بيبقى طعمها حلو. وهنجيب بقى ايه روزماري طبيعي من الشجرة، وزعتر برضو طبيعي هنقطعه، وريحان، وهنحطهم بقى بشوية مية سخنة وملح وفلفل أسمر. وبعدين ايه هننزل بيهم في الصينية بقى اللي احنا حطينا فيها كل الحاجات دي والفراخ ورصيناهم، هننزل بيهم ايه كده عليها، وهنحطهم بقى على النار ياخدوا غلوتين تلاتة. وبعد ما خلاص تمام غلوتين تلاتة هنوطي بقى عليهم النار ونسيبهم يستوي بقى براحتهم خالص. وكده تمام صينية الفراخ بالبطاطس اهي بقت تحفة وصحية ما فيهاش زيت خالص، وجميلة جدا يعني تاكليها في الدايت بقى عادي وكده. البطاطس عادي لو مش عايز تاكليها. تمام، هنيجي بقى الى الرز، هنعمل رز بالكاري. هنا فلفل اسمر وكاري، هنحطهم في الزيت وهو سخن كده، وهنقلبهم بقى ايه شوية مع الزيت، يعني ياخدوا لهم شويه صغيرين في الزيت كده السخن. وبعدين هننزل بقى ايه بالرز، ننزل بقى الكميه اللي احنا عايزينها بالرز، هنقلب بقى ايه الرز مع الحاجات دي كويس قوي، ونتاكد ان هو اتغلف كله، وهنقعد نقلب فيه لحد ما يتغير لونه وايه ويتغلف كده هو بالتوابل والزيت وكل الحاجات دي. تمام وكده تمام اهو، هنحط بقى المية سخنة وطبعا ملح، هنسيبه بقى ياخد غلوتين تلاتة كده اهو. تمام، هنوطي بقى النار عليه لحد ما يستوي. وكده تمام استوى وبقى زي الفل ومفلفل اهو ومش معجن خالص، وريحته وطعمه روعة روعة. احنا بس الكاري ده والفلفل الاسمر بيغير بس من طعم الرز بدل الرز الابيض على طول على طول، او الرز بشعرية ده طعمه تحفة جدا وريحته بصوا قلب الشقة. كده خلاص بقلبيه بقى كويس وشيل الغطا وسيبيه شوية هوا عشان ما يعجنش. وكده تمام الاكل بقى جاهز، ادي الفراخ والبطاطس، ادي بصوا شكلها عامل ازاي، والبطاطس مستوية دايبة والفراخ دايبة، وادي الرز اهو بصوا شكله ولونه، وبصوا مفلفل ازاي مش معجن خالص، وادي طبعا شوية مخلل عشان ايه يفتحوا النفس، بس احنا نفسنا مفتوحة لوحدها بالهنا والشفا.